التاسعة صباحا السادسة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا ومرحبا بكم. تنطلق اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، ويبحث المجلس سبل وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية وما تمارسه قوات الاحتلال من جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 11 شهرا، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة وفقدان أكثر من 145 ألف مدني فلسطيني. استشهد 40 شخصا على الأقل وأصيب 60 في قصف إسرائيلي استهدف منطقة مواصي خان يونس، والتي تأوي عددا كبيرا من النازحين بأكثر من صاروخ بجنوب القطاع. وقال الدفاع المدني في غزة إن هناك عائلات كاملة اختفت في مجزرة المواصي بين الرمال في حفر عميقة، مشيرا إلى أن المنطقة التي طالها القصف ممتلئة بخيام نازحين، حيث يوجد أكثر من 200 خيمة، وقد تضرر أكثر من 20 إلى 40 خيمة بشكل كامل. بدأ أكثر من 5 ملايين أردني الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية لاختيار أعضاء مجلس النواب. هذا وتجرى الانتخابات تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخابات بمشاركة 1634 مترشحا ومترشحة، بينهم 697 للدوائر العامة و 937 للدوائر المحلية. وينتظر أن تعلن النتائج النهائية خلال 48 ساعة من تاريخ إغلاق صناديق الاقتراع بحسب مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 144 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بينها 20 فوق منطقة موسكو، حيث أبلغت السلطات المحلية عن مقتل امرأة. وقالت الدفاع الروسية إنه تم اعتراض 72 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك، و20 فوق منطقة موسكو، و14 فوق منطقة كورسك، و13 فوق منطقة تولا، و8 فوق منطقة بيلغرود، و7 فوق منطقة كالوغا، و5 فوق منطقة فورنينغ، و4 فوق منطقة ليبستيك، و1 على منطقة أوريل. قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بلاده تنفذ سياسة لبناء قوة نووية من أجل زيادة عدد الأسلحة النووية بشكل كبير. وفي كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس كوريا الشمالية، قال كيم إن البلاد يجب أن تجهز بشكل أكثر شمولا قدرتها النووية وتستعد لاستخدامها بشكل صحيح في أي وقت لضمان الحقوق الأمنية للدولة. ختاما مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيور كود الظاهر على الشاشة. نعود الآن مجددا إلى سارة ومروة. إليك سارة. أشكرك شكرا جزيلا الزميلة العزيزة آلاء شتى على هذه الجولة الإخبارية.